هوم اول مره بعمل مشوار تحت الشتاء مع سامر ورشا وجويس من مصر. بحبك يا لبنان. يا اهلا وسهلا فيكم بلبنان. Right now we are in Lebanon in front of a beautiful nature. Lebanon is the best. Yeah, we love Lebanon. We love Lebanon. Is it tamam? عم تعملوا هنيك؟ سأل لك العاب عليت عجره ولك طلعها طلع على السلامة. شو بك تطلع بعد؟ اه طبعا نطلع كتير كتير كتير. شو الوضع؟ على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ناس ده أخوه. شو يا سامر حبيبي؟ فكرة رشا وسامر جايين من مصر تيعملوا هايكينج بلبنان، أخذناهم على سر الجبال بالأول وهلا بالجاهلية ومكملين على الباروك. شو كيف لبنان؟ نكمل. حلوك يا لبنان. الهايكينج دير القمر. وصلنا على الباروك. وينهم؟ لك شو عم تعملوا فوق؟ يعني قد ما محمسين طلعوا على الشجرات لفوق على الارزات لفوق. هون هذا الهواء كثير قوي. شو كيف عرس الباروك؟ حلو جدا جدا واي حد عايز يجي لازم يجي مع الشباب. ميرسي لكم. ميرسي لكم. واو هه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